هناك تقارير عن اعتقالات تعسفية للناشطين والمعارضين، حتى أنت أكدت على ذلك. هل مع تغيير الحكومة من الممكن أن يتم تغيير طريقة التعامل مع هؤلاء أم؟ لا لا أتوقع ذلك. هي حكومة مثل ما حدثتك بلا صلاحيات، يعني القرار النهائي يعود إلى رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية يحرض وزيرة العدل على فتح تحقيق في خصومه، والعالم بأسره شاهد في إحدى المرات كيف أمرها بفتح تحقيق ضد الرئيس الأسبق محمد منصف المرزوقي، لأنه قام بتصريح في إحدى وسائل الإعلام أمرها أمرا بفتح تحقيق، وخلال أسبوع واحد حكم على الرئيس الأسبق ب4 سنوات سجن. ثم أنكر قيس سعيد أيضا أمام العدسات وقال أنا لا أتدخل في القضاء، لدينا قضاء مستقل. وهذا الأمر ينسحب على جميع معارضي قيس سعيد ومن يخالفه الرأي. على أرض الواقع أستاذ ماهر، ما هي الجهود الدولية المبذولة للحد من هذه الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين؟ نعم، مؤخرا قبل أسبوعين قام الكونغرس الأمريكي بتمرير قانون، مصادقة على قانون أسموه قانون إنقاذ الديمقراطية في تونس. ونص هذا القانون على حماية الديمقراطية في تونس من وجهة نظرهم بتبعية الحال، من خلال مواصلة الضغط على سلطة قيس سعيد وعدم إسعافها إلى حين رضوخها، من خلال بعث محكمة دستورية وعدد من الشروط التي ذكروها في ذلك القانون الذي تم المصادقة عليه. فيعني لجوء بعض الدول إلى سن قوانين في حق دول أخرى دليل على انزعاجها المشدد. وقد صحيح. ذكروا في توطئة القانون وشرح أو ذكر أسباب سنهم لهذا القانون، كان السبب رقم واحد هو تقرب قيس سعيد من نظام بشار الأسد، الذي يقول المشرعون الأمريكيون نحن نعتبر بشار الأسد مجرما وهو تهديد للإنسانية، وقيس سعيد خرق الحظر عليه وذهب لمصافحته وتبييضه وفتح قنوات دبلوماسية معه. نعم. وذكروا عدد من الأسباب الأخرى. نعم. فإذا هذا الحلف التقليدي الغربي الذي شكل يعني سندا للانتقال الديمقراطي في 10 سنوات الأخيرة، اليوم أصبح يصن قوانين لمحاصرة قيس سعيد أكثر. نعم. هل تتوقع في الفترة القادمة وبعد هذا التعديل أو التغيير في رئاسة الحكومة، وهل يمكن أن يكون هذا التغيير هو بداية تصاعد التوترات السياسية في تونس؟ هي الأجواء متوترة بطبعها، لا أعتقد بأن يعني في المستوى السياسي أن يكون هناك يعني تغييرات كبيرة، فرموز المعارضة هم إما في السجن أو محرومون من التصريح أو خائفون من الظهور. هناك قرارات قضائية يعني مخيفة على غرار منع عدد من المعارضين من الظهور في أماكن عامة، حتى الظهور في الأسواق. يعني بعض القضاة الذين يتأمرون بأوامر وزيرة عدل قيس سعيد منعوا بعض المعارضين حتى من الخروج إلى الشوارع، يعني من الظهور في الأسواق أو التجول في الأسواق. فلا أعتقد بأنه سيكون هناك حراك سياسي يعني في الفترة القادمة. نعم، ذكرت أستاذ ماهر أن ما يقوم به قيس سعيد من تخبط في قراراته وما إلى ذلك هو بداية لانفجار جديد للشارع. متى تتوقع أن يكون هذا الانفجار؟ نعم، أعتقد أن ذلك سيكون مرتبط بالتصنيف بالدورة التصنيفية القادمة. يعني وكالات التصنيف المالية التي سخر منها قيس سعيد وقال بأي حق هي تصنفنا، ودعا إلى حل صندوق النقد الدولي. تخيل أن قيس سعيد ذهب إلى أوروبا قبل أسبوع يستجدي قروضا واقترح عليهم حل صندوق النقد الدولي، لأنه عنده مشكلة مع هذا الصندوق الذي رفض إقراضه. فتجرأ عليهم في عقر دارهم، وعوض تلطيف الأجواء واختيار الألفاظ المناسبة حتى يحصل على هذا القرض، قيس سعيد هاجمهم في عقر دارهم، وصبيحة اليوم التالي صرح البنك هذا الصندوق بأنه لن يقرض تونس على الأقل خلال هذه السنة. نعم. فهو بنفسه يقوم بتسريع هذه العملية. الأوضاع انهارت تماما، هناك انهيار تقريبا
كامل للخدمات الاقتصادية العمومية. الدولة عاجزة عن إطعام الناس، عاجزة عن توفير الأدوية، هناك فقدان لأكثر من 500 صنف من الأدوية الضرورية للأمراض الخطيرة والمزمنة، هذه مفقودة منذ أشهر طويلة. نتمنى أن يتحسن الحال في تونس وأن تبدأ الحلول في التحسن وخروج تونس من هذه الأزمة. في نهاية هذه الحلقة لم يبق لي إلا أن أشكرك الأستاذ ماهر زايد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي. شكرا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.